إنها العاشرة مساء في مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم مشاهدين الكرام. أهلا بكم، ونبدأ هذه النشرة بأبرز العناوين. توظيف أكثر من 1300 باحث عن عمل في معرض فرص تشغيل الباحثين عن العمل لتخصصات الهندسة. إعلان الفائزين في برنامج تحويل مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة. السلطة الفلسطينية تدعو إلى العودة للصلاة داخل الحرم القدسي الشريف بعد إزالة إسرائيل أجهزة الترصد. الجيش السوري يقترب من استعادة آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش في حمص، و29 قتيلا حصيلة غارات جوية للتحالف الدولي في الرقة. ونتابع في أخبار الاقتصاد. نمو حجم البضائع التي تمت مناولتها في مواني السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز 7.5 مليون طن. وفي النشرة الرياضية تتابعون: المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يفتتح البطولة العربية للكرة الطائرة غدا الجمعة بمواجهة شقيقه الإماراتي. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي رئيس جمهورية بيرو بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته من خلالها عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب بلاده الصديق. أكثر من 1300 مواطن تم توظيفهم في مؤسسات القطاع الخاص خلال معرض فرص تشغيل الباحثين عن العمل التخصصي في الهندسة. الموظفون الجدد من حملة البكالوريوس والدبلوم العام والدبلوم المهني في التخصصات الهندسية والفنية توزعوا في 108 شركات. استدعاء عدد من الباحثين عن عمل في وقت لاحق نظراً للنسب الضئيلة من الوظائف المتوفرة في بعض التخصصات الهندسية، جاء ذلك في معرض فرص تشغيل الباحثين عن العمل التخصصي في الهندسة. مروان الحسني قدم إلى المعرض باحثاً عن عمل، فتم قبوله بعد اجتيازه الاختبارات. الحمد لله تم قبولي مبدئياً لشركة تاركت الإنشاءات الهندسية بتخصص هندسة ميكانيك بدرجة البكالوريوس، ومبدئيا إن شاء الله بيكون راتب على 600. وبالتوازي مع ذلك سجل المعرض انسحابات للباحثين عن عمل، فكان قرار يعزى إلى أسباب عدة، فجاء التوضيح من المختصين. بعض الانسحابات بالفعل تمت، وطبعا يرجع أسباب الانسحابات للباحث بنفسه. فيه طبعا من الباحثين من يرغب العمل في شركات معينة، ومنهم من سحب بسبب أنه يرغب العمل في منطقة معينة، ومنهم طبعا من يرغب العمل في قطاع معين وبرواتب معينة أيضا. فهذه أسباب الإجمالي أسباب الانسحابات كانت. إجمالي الأرقام تحدثت عن استدعاء 2200 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المهني في التخصصات الهندسية والفنية بمشاركة 108 شركات. تم توظيف 1314، فيما لم يقبل فرص العمل المعروضة 164، ولم تقبل المؤسسات 423، فيما سجلت الانسحابات 489 باحثاً عن عمل. استقبلنا الباحثين والباحثات عن عمل في هذا المعرض المتميز، وقد تم قبول ما يقارب مع 15 شخص حالياً، وتم قبولهم مبدئيا في الهندسة الميكانيكية. الشركة كانت استهدفت حوالي 60 عماني من فئات الهندسية، حوالي 30 مهندس بالإضافة إلى المهن المساعدة في الهندسة. ما زال الباحثون عن عمل ينتظرون، وجهات الاختصاص تؤكد أنها مستمرة في توفير الفرص الوظيفية. التوظيف الفوري هو التوجه الأبرز في المعرض
الذي نال على رضا الكثير من الباحثين عن عمل، ولكن هناك العديد من الشركات لم تقدم عروضاً جيدة، مؤدياً ذلك إلى انسحاب بعض من الباحثين. فارس بن جمعة الوهيبي، محافظة مسقط. أعلن برنامج تحويل مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة عن المشاريع الفائزة بالدعم من قبل البرنامج. وستحصل المشاريع الفائزة على الدعم في مختلف المجالات لتحويلها لشركات تجارية. رعى حفل الإعلان عن الفائزين صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد. نافذة تطل منها شركات ناشئة لمشاريع تخرج تم تحويلها للاستفادة منها، وهي النسخة الأولى لبرنامج تحويل مشاريع التخرج، والتي اجتمعت فيها أكثر من جهة تمويلية وداعمة لمشاريع تخرج الطلبة الخريجين. تطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء وحلول الحكومة الإلكترونية وأمن المعلومات في المرحلة الأولى، أربعة مجالات لـ 62 مشروعاً لطلبة عمانيين ما زالوا في مراحلهم الجامعية، ثلاثة مشاريع منهما حظيت بالتكريم وباحتضان شركاء برنامج تحويل مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة. هذا البرنامج حقيقة من النماذج الناجحة جداً جداً، والإقبال عليه يشهد بذلك. هناك ما يقارب 62 مشروع طلابي بحثي تقدموا لهذا البرنامج، تأهل منها 9 مشاريع وفاز منها 3 مشاريع. دور الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة هو التأكد من أن الشباب لديهم مجال للحصول على الاستشارات التي تساهم في جعل هذه المشاريع والمؤسسات مستدامة. دور عمانتل في هذا المشروع هو بالإضافة إلى الدعم التأسيسي للشركات الناشئة، عمانتل كان لها دور في اختيار مواضيع المسابقة. المشاريع الفائزة ستحظى بالتمويل التأسيسي واحتضان مكاتب مركز ساس لريادة الأعمال لثلاث سنوات، وتدريب خارجي والاحتكاك مع الخبرات العالمية، وتوفير الاستشارات والدعم الفني اللازم لها طيلة المدة المقررة للاحتضان إلى أن تثبت الشركات المختارة جدارتها. فكرة المشروع بشكل مبسط جدا عبارة عن برج اتصالات مصغر يستخدم تقنية البلوتوث، فكرته أنه يجذب الزبائن إلى داخل المحلات التجارية، وأيضا يساعد في التواصل بين الزبون وصاحب المحل. مشروعنا عبارة عن نظام متكامل يخدم السائح في عمان عن طريق توفير نموذج سياحي مبتكر ورائع عن طريق استخدام تقنية الواقع المعزز. تطبيق عناوين هو فكرته أنه تكون تحل مشكلة العنونة في السلطنة. طبعاً نعرف أنه في السلطنة وفي دول عربية في مشكلة في العنونة، فهذا المشروع نستخدم بس مجرد الهاتف النقال، نعمل برنامج خاص على الهاتف النقال يحل مشكلة العنونة في السلطنة. المؤمل من الشركات الناشئة أن تسهم في دعم الحكومة الإلكترونية وقادرة على إيجاد حلول اتصالاتية تحدث الفرق في عالم الاتصالات العماني. خديجة بنت سليمان الشحية، مسقط. هذا وأكد الدكتور علي بن عامر الشيذاني مدير المراكز البحثية بمجلس البحث العلمي في نشرة سابقة، أكد أن لجنة المسابقة اعتمدت أحدث المعايير في تقييم المشاريع المتقدمة. المعايير كانت تتغير حسب المرحلة. في المرحلة الأولى كانت المعايير أنها المشاريع المشاركة لابد أنها تكون مشاريع تخرج، وأيضا لابد أن المشاريع تكون من ضمن 4 مواضيع إحنا يعني أعلننا عنها مسبقا، وهي مواضيع المدن الذكية وإنترنت الأشياء والحكومة الإلكترونية وأمن المعلومات. الحوافز اللي راح نقدمها في البرنامج هو تقديم دعم مادي لتأسيس شركة ناشئة، وتقديم احتضان لتطوير المنتج تجاريا. هذا الاحتضان يصل لمدة 3 سنوات في مركز ساس لريادة الأعمال التابع لهيئة تقنية المعلومات. والحافز الآخر هو تقديم توجيه واستشارات مادية وتجارية، والحافز الأخير هو تدريب خارجي في أحد الشركات المتخصصة في تقنية المعلومات. وإلى أخبارنا العربية والعالمية في هذه النشرة، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أعقاب دخول آلاف المصلين
إلى المسجد الأقصى. وكانت السلطة الفلسطينية قد دعت كافة الفلسطينيين إلى العودة للصلاة داخل الحرم القدسي بعد أن أزالت قوات الاحتلال بواباتها وكاميراتها الأمنية. الله أكبر الله أكبر الله بالله أكبر. صدحت حناجر آلاف الفلسطينيين الذين لبوا نداء المرجعيات الدينية في القدس المحتلة للاحتشاد ودخول الأقصى بجماعات. أصداء هتافاتهم ترددت في أرجاء المدينة المقدسة معلنة انتصار المصلين في الشوارع المعتصمين عند بوابات الأقصى رفضا للإجراءات الاحتلالية التي فرضتها إسرائيل عقب عملية إطلاق النار عند أبواب الأقصى في 14 من تموز، حيث أقامت إسرائيل بوابات الإلكترونية ونصبت كاميرات المراقبة، مما اضطر الفلسطينيين للصلاة قبالة الأبواب لأكثر من أسبوعين. نحن اطلعنا على تقرير اللجنة الفنية وأكدت بأن ما وضعه الاحتلال من معيقات خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك والطرق المؤدية إليه قد أزيلت، وهذا نصر لأبناء شعبنا. نحن حققنا نصر جزئي، لكن عندنا تراكمات من عام 2003 لغاية 2017، 14 سنة تراكمات، هذه ستعالج بمشيئة الله بجهودكم. صمود الفلسطينيين أجبر إسرائيل على التراجع عن إجراءاتها، إلا أنها نقضت العهد برفض فتح باب حطة أحد أبواب الأقصى، ما أخر دخول المصلين إلى حين فتح باب حطة، ورفعوا العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى. قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت المصلين واشتبكت معهم داخل باحات الأقصى في مواجهات عنيفة أدت لوقوع عشرات الإصابات، وقام الجند بإنزال العلم الفلسطيني الذي رفعه المصلون فوق الأقصى. المقدسيون قالوا للجميع قواعد الاشتباك من الآن فصاعدا مع الاحتلال تقوم على المواجهة مع هذا الاحتلال وإجراءاته وعدم التسليم بها، من خلال مقاومة شعبية، من خلال هبة شعبية، من خلال انتفاضة شعبية يتوحد فيها كل أبناء الشعب الفلسطيني كما توحد المقدسيون. إسرائيل استبقت المواجهات داخل باحات الأقصى وتوعدت المصلين الفلسطينيين بإطلاق النار باتجاههم، وعادت وأغلقت أبواب الأقصى في وجه الداخلين وسمحت بالخروج فقط، ما يفتح باب المواجهة على مصراعيه، خاصة مع دعوة القوى الوطنية والإسلامية لشد الرحال غدا الجمعة إلى أولى القبلتين وإقامة الصلاة عند الحواجز العسكرية الإسرائيلية للممنوعين من الوصول إلى المدينة المقدسة. المطلوب استكمال هذه المعركة والبناء عليها. نحن لم نحرر القدس، لم نحرر الأقصى، السيادة الفلسطينية لم تقام حتى الآن على مقدساتنا وعلى أرضنا، والاستيطان والتهويد عمليات جارية ويومية الآن بإشارة المشروع الإسرائيلي التوسعي الاستيطاني التهويدي. في القدس انتصر الساجدون، انتصر المصلون على الإسفلت. في القدس علت الله أكبر فوق كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة ونزع صبغتها العربية والإسلامية. راني عريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. أعلن مصدر عسكري سوري إن القوات السورية تقترب من السيطرة على بلدة السخنة آخر معاقل تنظيم داعش في محافظة حمص. وقال المصدر إن العمليات القتالية للجيش السوري تتسارع باتجاه السخنة على مسافة 50 كيلومترا من محافظة دير الزور، حيث أعاد تنظيم داعش نشر العديد من مقاتليه بعد أن خسر أراض كبيرة في معظم الجغرافيا السورية. وأشار المصدر أن القوات السورية ستتوجه مباشرة لانتزاع محافظة دير الزور من التنظيم فور سيطرتها على بلدة السخنة. وفي محافظة الرقة قتل 29 شخصا بينهم 8 أطفال إثر غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقع لتنظيم داعش. وقال المرصد السوري المعارض إن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في السيطرة على ما يقرب من نصف مدينة الرقة بعد أقل من شهرين منذ بداية عملياتها المدعومة من التحالف الدولي، وفر عشرات الآلاف من المدنيين جراء العنف المتصاعد في المدينة، والتي تقدر الأمم المتحدة أن حوالي 50,000 شخص ما زالوا محتجزين بداخلها.
وفي الشأن السوري أيضا وقريبا من الحدود اللبنانية، بدء سريان وقف لإطلاق النار بين عناصر حزب الله اللبناني ومسلحي ما يسمى بجبهة فتح الشام أو النصرة سابقا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام لبنانية وأخرى تابعة للحزب. ونص الاتفاق الذي وقع بين طرفي الصراع بإشراف من الجيش اللبناني على إخلاء مسلحي المعارضة السورية لمواقعهم في جرود عرسال اللبنانية والعودة إلى محافظة إدلب السورية حسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وتضم منطقة جرود عرسال الواقعة في المناطق الجبلية اللبنانية المشرفة على الحدود السورية مخيمات تؤوي آلاف اللاجئين السوريين. أعلنت منظمات تابعة للأمم المتحدة أن ما يقرب من 80% من الأطفال اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة إثر انهيار النظام الصحي في اليمن. وفي بيان مشترك حث مدراء منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، حثوا المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود المبذولة من أجل احتواء الأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن. وأكد البيان أن اليمن تواجه أسوأ انتشار لمرض الكوليرا في وقت تعاني فيه من أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيرين إلى أن هذا الوباء قد أودى بحياة نحو 2000 شخص منذ بداية انتشاره في إبريل الماضي. وحذروا أيضا من أن نحو 2 مليون طفل يمني يعانون من سوء التغذية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بمرض الكوليرا. هذه النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. بس شي بتشرط وقال أبغى، ما هو شبكة وبيت وسيارة. شباب عمانيون يعبرون بأنغام ديسباسيتو عن ظاهرة المغالاة في متطلبات الزواج. حرارة الصيف وشمس حارقة تبعث فينا المسير، مهللة البشرى بمبسم الطفل وأصالة الإنسان، لتختلط بادية الرمال بالواحات الغناء نحو نسمات بحر وشلالات عين ماء. بين الجبل والسهل تزهر البسمات. يطيب لها الزائر وتستمتع بها العائلة. من رسوخ العادات قمم شامخة، يجتمع عبق اللبان وطيب الكرم. مهرجان صلالة السياحية 2017 من 30 يونيو إلى 31 أغسطس 2017. عمان، الرخاء والنماء. توظيف أكثر من 1300 باحث عن عمل في معرض فرص تشغيل الباحثين عن العمل لتخصصات الهندسة. إعلان الفائزين في برنامج تحويل مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة. مواجهة في باحات المسجد الأقصى بعد دخول المصلين استجابة لدعوات السلطة الفلسطينية عقب إزالة إسرائيل أجهزة الترصد. الجيش السوري يقترب من استعادة آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش في حمص، و 29 قتيلا حصيلة غارات جوية للتحالف الدولي في الرقة. أهلا بكم ثانية. تناول الظواهر الاجتماعية بطرق حديثة سريعة الوصول للشباب دفع بشباب عمانيين لاتخاذ الوسائل الحديثة لإيصال رسائلهم للمجتمع حول غلاء المهور. بعض من الشباب العماني أدوا أغنية على أنغام أغنية ديسباسيتو الشهيرة، مجسدين فكرتهم بكلمات عربية وطريقة إخراج مميزة. بس شي بتشرط وقال
شبكة وبيت وسيارة. غلاء المهور ظاهرة تؤرق الكثير من فئة الشباب، طريقة مبتكرة تناول فيها شباب عمانيون هذه الظاهرة بدمجهم ألحان الأغنية الأشهر عالميا في الوقت الحالي دوسباسيتو مع كلمات عربية تدعو لتخفيف المهور، داعين من خلالها أولياء الأمور لتيسير طلباتهم من الشاب المقبل على الزواج. كمثل الأغنية الأصل صادف أغنية الشباب العماني انتشار واسع على منصات شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي التي أطلقت من منصة اليوتيوب ليتابعها نحو 40 مليون شخص، بل كانت طرحا لتقارير تلفزيونية في محطات إخبارية عالمية كدليل على وصول الفكرة التي تناقشها الأغنية وأهميتها للمجتمع العربي. عناصر التشويق في الأغنية تمثلت في طريقة الإخراج والتصوير ودمج تسلسل المشاهد التمثيلية لتناسب الكلمات والألحان. كل ذلك يوضح ما يتمتع به الشباب العماني من طاقات وإمكانيات يمكن لها أن توصل أفكارهم للعالمية بطرق مبتكرة. ولإلقاء الضوء على تأثير ظاهرة ارتفاع متطلبات الزواج على الشباب، معنا في الاستوديو الدكتورة آمال بنت عبد الله أنبو سعيدي، استشارية طب نفسي في جامعة السلطان قابوس. بداية دكتورة، أنت شاهدت الفيديو صحيح؟ أكيد. طيب، ما رأيك في الفيديو وكيفية تناول الشباب لفكرة هذا الفيديو؟ أعتقد أنه الفيديو وصل لشريحة كبيرة جدا من المجتمع. فيديو قصير ولذيذ ودمه خفيف، تناولوا فيها أغنية شهيرة معروفة يمكن لا يخلو يوم إلا ونسمعها في المطاعم في المولات في كل مكان. صحيح. سواء شئنا أم أبينا. هنا استخدموا الجانب الألفة لأن المتلقي يألف هذه الأغنية، فعلى ألحانها لما نقوم بتأدية رسالة معينة كلمة معينة تكون أسهل في الوصول للطرف الآخر. يمكن أيضا استخدامهم للكوميديا للأسلوب الطريف يجعل حدة القضية تكون مقبولة أكثر بالنسبة للجمهور. أيضا ما ننسى أنهم هم فئة شبابية تستهدف قضية مجتمعية شبابية، فكان أدائهم ظريف وطريف في نفس الوقت. طيب، برأيك ما أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في إيصال فكرة معينة مثل هذه الفكرة، فكرة غلاء المهور؟ اليوم أنا كنت مع مجموعة من صديقاتي من مختلف التخصصات، سألتهم هل شاهدتوا هذا الفيديو؟ أجمع الجميع أنه هذا الفيديو وصل إليهم. أعتقد أنه نجاح مثل هذه الأفكار يكمن في سهولة وصولها. منابر التواصل الاجتماعي هي منابر من لا منبر له، لكل من له قضية يستطيع إيصالها إذا ما تمتع بالحنكة والذكاء الاجتماعي الكافي يستطيع إيصال هذه الفكرة. في منابر التواصل الاجتماعي أقوم أنا بتمرير هذا الفيديو وتقومي أنت بتمرير هذا الفيديو، وكل منا يملك رأي مختلف عن الفيديو. قد يكون عندي يعني أنا معجبة بالكلمات اللي استخدموها في هذا الفيديو، قد يكون عندي تحفظ على أدائهم. إحدى الزميلات قالت أنا ما استسغت استخدامهم لكلمة العانس على سبيل المثال. ولكن في النهاية كلنا سنقوم بتمرير هذا الفيديو لأسباب مختلفة وسيصل لأكبر شريحة ممكنة، وهذا يدل على أنه هؤلاء الشباب أفلحوا في إثارة الشرارة الأولى لنقاش قضية مجتمعية مهمة ودسمة. نعم، هو يعني من الطبيعي أن يكون هنالك مع وضد في كل قضية أكيد تطرح في المجتمع. طيب، كيف يمكن الاستفادة من طاقات الشباب في عرض أفكارهم بطرق إبداعية لمناقشة عادات اجتماعية قد تعتبر سيئة؟
إذا ما نظرنا للعادات المجتمعية، ما هو تكوين المجتمع العماني؟ المجتمع العماني مجتمع فتي، أكثر من نصف المجتمع هم من فئة الشباب وما دون ذلك. فإذا تحدثنا عن أي قضية مجتمعية، نحن بالضرورة نتحدث عن قضية شبابية ستؤثر على شباب الآن وستؤثر على شباب المستقبل. فأنا أرى أنه أفضل من يمثل القضية هم المتضررون والمتأثرون بهذه القضية مباشرة. الجميل في أطروحات الشباب أنها دائما تكون مغايرة وإبداعية. الشباب يعرف ما يحبه الشباب، الشباب مجاري لما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي. فإذا ما أردنا إثارة قضية تمس الشباب بالدرجة الأولى، لابد أن نتحلى بالفكر السائد بروح الشباب الموجودة الآن ونجاريها. فأنا أعتقد أنه صحيح أنه الشباب قد يفتقر للخبرة في إيجاد الحلول، ولكن حتى لما نطرح قضية مثل هذه ضروري جدا أن نستمع لصوت الشباب، لأن في كثير من الأحيان الحلول التي تطرح تكون طموحة بشكل غير واقعي. يأتي الشباب ليبدوا رأيهم في مدى واقعية وإمكانية تحقيق هذه الحلول المطروحة. فأعتقد أنه مطلب أساسي أن يشرك الشباب في أي حركة مجتمعية لحل هذه القضايا. بكل تأكيد. طيب، غلاء المهور وغيرها من العادات الاجتماعية التي يتم المغالاة فيها أحيانا والتي ساهمت في تكوين صور سلبية لدى هذه الفئة، ما هي الطرق الأنسب لدعوة المجتمع للتخلي عنها؟ في الحقيقة قبل لقائنا اليوم عملت بحث في محرك جوجل ليكون عندي تصور حول مدى تناول المجتمع العربي لقضية مثل هذه. صدمني أن وجود في سطحية وتبسيط كثير لأسباب هذه الظاهرة وطرق التصدي لها. نحن بصدد النظر إلى قضية غلو أكثر من فقط غلاء مهور. إحنا عندنا في المجتمع هناك غلو في أشياء كثيرة، الغلو بمعنى الإسراف والبذل فوق الإمكانيات. نحن لدينا غلو في المأكل، في المشرب. نحن نتكلم عن منظومة أفكار ومنظومة قيم مجتمعية. على أساس أن إحنا نستطيع نتصدى لهذه الظاهرة، لابد أن نذهب لجذورها الأساسية. هذه فقط تجلي لأفكار المجتمع. فأعتقد أنه أنسب شيء أن إحنا نستثمر الاستثمار الأطول، وهو أن إحنا نحاول نخرج المجتمع الآن في فئة الشباب وما دون ذلك، أن نزرع عندهم الوعي المالي. إذا ما تحقق لديهم المسؤولية والوعي المالي، يستطيعوا في المستقبل التعامل مع هكذا قضايا بمسؤولية أكثر. هناك من يسرف في تبسيط أنه المحاضرات، الندوات الوعظية تحقق وتعطي حلول سريعة. للأسف هذا غير صحيح، ونعلم من البحث العلمي أن النصح وحده لا يكفي لإحداث التغيير. أعتقد من أنسب الأمور هو في مجتمعنا، المجتمع الجمعي، المجتمع الذي يسود فيه الكثير من التبعية والتقليد، أنا أريد أن أكون في نفس المستوى الذي يكون عليه أهلي وجاري، وبالتالي أرزح تحت ضغط مجتمعي أني أجاري الآخرين في على سبيل المثال في قضية المهور. لذلك لابد من وجود القدوة الجيدة ليتم اتباعها. وأعتقد أن الظاهرة التي كانت قريبا وهي ظاهرة الأعراس الجماعية هي أكبر دليل على أن القدوة المجتمعية. فأنا في العرس الجماعي، أنا وابن جيراني وابن عمي كلنا يعني نقوم بهذا العرس الجماعي. هناك شخصيات ملهمة وشخصيات مهمة تحضر هذه الأعراس الاجتماعية. صحيح. وتجعل لها قيمة وطابع مجتمعي أكبر. فلا بد أن إحنا ننظر للصورة النمطية المجتمعية ونبذل الجهود لتغييرها، حتى نستطيع أن إحنا نعمل خلينا نقول قلب أو تغيير للفكر السائد في المجتمع. نعم، دكتورة آمال بنت عبد الله أبو سعيدي، استشارية طب نفسي في جامعة السلطان قابوس، كنت ضيفة معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا.
وقعت وزارة الصحة على 3 اتفاقيات مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال لتمويل شراء أجهزة ومعدات طبية لعدد من المؤسسات الصحية بالسلطنة بحوالي 160 ألف ريال عماني. ونصت الاتفاقية الأولى على تمويل شراء أجهزة طبية لمركز غسيل الكلى في بوشهر بمحافظة مسقط، فيما اختصت الاتفاقية الثانية على تمويل شراء جهاز لتخطيط القلب وجهاز أمواج فوق صوتية لمركز صحي دمى وطائيين بمحافظة جنوب الشرقية. هذا ونصت الاتفاقية الثالثة بتمويل شراء 70 كرسيا قابلا للطي لمرافقي المرضى بمستشفيات هيمة والدقم والجازر بمحافظة الوسطى. لتعزيز دور المرأة الريفية في المجتمع من خلال إيجاد مشاريع تتناسب ومع بيئتها، أقيمت في محافظة ظفار ندوة توعوية حول تمكين المرأة الريفية. تحسين مستوى الدخل وخلق فرص للمرأة من خلال إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة كانت أبرز أهداف الندوة التي أقيمت لتطوير أعمال المرأة الريفية. هذه الندوة في الحقيقة نتمنى لها إن شاء الله تكون لها مردود إيجابي على المرأة الريفية، وذلك بأساليب حديثة وتنمية مهارات وقدرات. نحن محتاجين لمزيد من مشاركة أخواتنا وبناتنا في مختلف المناطق الريفية في هذه المحافظة، وبما يعود عليهم بالنفع سواء بتسويق منتجاتهم أو بتدريبهم على منتجات وحرف جديدة. هذه الندوات مهمة جدا لأنها تساعد الأسر المنتجة وأيضا تحفز الشباب على أنهم يبدأوا مشاريعهم الصغيرة والمشاريع المتوسطة. في الغالب هذه الندوات تطرح أفكار جديدة لمشاريع جديدة، وبالتالي تفتح المجال لتنمية الاقتصاد. شاركت في هذه الندوة عدة جهات حكومية لمناقشة الفرص التمويلية والبرامج التي يتم تمويلها والتي يمكن من خلالها للمرأة إنشاء مشاريعها المختلفة. يكون إن صندوق رفد من الصناديق الممولة والداعمة للمرأة الريفية والمرأة الساحلية والمرأة البدوية، كل مجال اللي يخص المرأة صندوق الرفد مخصص لها برنامج متكامل لدعم المرأة الريفية في إنشاء مشاريعها سواء في كافة مختلف المشاريع، سواء كانت منزلية أو كانت عبر السوق أو في أي قطاع هو تستطيع أن تعمل فيه. نهدف من خلال هذه الندوة إلى خلق شراكة حقيقية بين القطاع العام، القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإنتاج مشاريع تخدم الاقتصاد الوطني وتخدم السوق المحلي. فمن خلال هذه الندوة إن شاء الله راح تعرض جلسة حوارية للتطرق إلى عدة توصيات راح يتم متابعتها إن شاء الله. مشاريع مقترحة تمت مناقشتها في هذه الندوة تعمل على تشجيع المرأة لإنشاء مؤسسات صغيرة وتحسين مستوى دخلها. سالم زعبنوت المهري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. أما الآن فقد جاء دور أحمد الهناي ليأخذنا في جولة اقتصادية مسائية. مساء الخير. مساء الخير سلام. مساء الخير. تابع التفاصيل. الصفوة طازج وصحي. أهلا بكم. ارتفع حجم البضائع التي تمت مناولتها في مواني السلطنة خلال الربع الأول من العام الجاري ليتجاوز 7,500,000 طن، وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد السفن الراسية بالمواني العمانية خلال هذه الفترة بلغ أكثر من 2,000 سفينة، فيما بلغ عدد الحاويات التي تمت مناولتها في مينائي صحار وصلالة حوالي 900,000 حاوية نمطية. هذا وبلغت قيمة الواردات خلال العام الماضي حوالي 9 مليارات ريال عماني، فيما تجاوزت قيمة الصادرات في المنتجات المحلية 8 مليارات ريال عماني.
وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافي البحرية إلى أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول 2040، حيث أكملت السلطنة استعداداتها لتصبح مركزا إقليميا للاستيراد والتصدير بعد إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل اليوم 26 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ 49 دولارا و39 سنتا للبرميل، وذلك حسب ما أفادت به سوق دبي للطاقة. وكان معدل سعر نفط عمان تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 46 دولارا و52 سنتا للبرميل. مناخ استثنائي وثروة حيوانية من الأبقار تحظى بأفضل مستويات الرعاية والتغذية الصحية، أرقى وأجود معايير السلامة البيئية في أكبر مزرعة لإنتاج الألبان في سلطنة عمان. الصفوة من شركة أعلاف ظفار، علامة تجارية رائدة في مجال إنتاج الألبان والعصائر الطازجة. الصفوة طازج وصحي. ارتفع الذهب لليوم الثاني على التوالي مسجلا أعلى مستوى له في 6 أسابيع مع انخفاض للدولار إلى أدنى سعر في 13 شهرا، وذلك بعد أن لمح مجلس البنك المركزي الأمريكي لأنه سيسلك مسارا بطيئا فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية. وارتفع الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى أكثر من 1262 ألف دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 15 يونيو الماضي. تداولات ملحوظة لبعض الأسهم الاستراتيجية شهدها سوق مسقط للأوراق المالية خاصة في قطاعي المصارف والاتصالات. وتأتي هذه التطورات وسط تحسن في أسعار النفط عالميا انعكست إيجابا على التداولات في البيع والشراء. مرحلة تصحيح يمر بها سوق مسقط للأوراق المالية، خاصة أن كثيرا من الأمور شهدتها الأعوام الماضية، أبرزها تراجعات أسعار النفط العالمية وارتفاع في قوة الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاديات المرتبطة بالدولار الأمريكي. كان التركيز على الأسهم القيادية بالذات بنك مسقط وشركات الاتصالات بالذات عمانتل. طبعا أحجام التداول كانت قوية جدا خلال الأسبوع أيضا، وهذا كان أمر إيجابي. هناك ارتفاع للفائدة الأمريكية والتي أثرت بشكل كبير على عدة عوامل للدخل الثابت والتي ارتفعت، سواء كانت تلك الودائع بنكية أو صكوك أو سندات أصبحت منافسة لعوائد الأسهم. تراجع سوق مسقط للأوراق المالية خلال الفترة الماضية أوجد فرصا جاذبة للاستثمار، وذلك بعد وصول الشركات إلى مستويات متدنية تاريخيا. أتوقع خلال الأسبوع الجاي أن تستمر المستويات أسعار الأسهم في هذه المستويات إن لم تزداد في الارتفاع، ونتوقع أيضا مع الاكتتابات التي سوف يتم إدراجها في السوق أن يكون هناك أحجام تداول متكاثرة أو أعلى خلال الأسابيع الجاية. إن ما يحدث في سوق مسقط هو نتيجة لعدة عوامل اقتصادية بحتة، أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني للسلطنة وتأثر الشركات المساهمة العامة بالقرارات الأخيرة فيما يتعلق بزيادة بعض المصاريف الخاصة بارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى ذلك عدم وجود محفزات اقتصادية تدعم مؤشر سوق مسقط نحو الأمام. سعود بن سعيد المعولي، سوق مسقط للأوراق المالية. في ختام النشرة الاقتصادية، شكرا لحسن المتابعة. الصفوة طازج وصحي. افتتح في محافظة مسقط مهرجان سوق العسل العماني في نسخته الثامنة. هذه الفعالية السنوية تأتي لتسويق المنتج العماني وتزويد الأسواق المحلية بمختلف أنواع العسل ومنتجات النحل الأخرى.
من على قمم الجبال الراسيات وعلى ضفاف السهول الممتدة على ضواحي عمان ووسط مناطق الرعي الصحراوي، تأتي النحلة برحيق زهور الباطنة وأشجار السمر والسدر. النحالون بواسطة طرقهم الحديثة استطاعوا إنتاج كميات كبيرة من العسل، وهذا المعرض يبرز الإنتاج. بدأت بمجموعة من الخلايا الصغيرة والحمد لله رب العالمين، الله فتح علي وتوفق. الحين عندي محل وعلامة تجارية تميز مشروعي النحلة المميزة للعسل الطبيعي ومشتقاته. نسعى إن شاء الله أن نقدم المنتج العماني في أفضل صورة ونسوقه داخليا وخارجيا. نستخرج العقبر من النحل ثم نستخرج حبوب اللقاح، وبالتالي نتميز بين النحالين بمنتجات هي خلطة الأسد الذهبي جوهرة الحياة، وكذلك خلطة الأسد الذهبي جوهرة الشفاء. التسويق للعسل العماني لم يقتصر على المستوى المحلي فحسب، بل امتد ليصل أسواق العالم. كعلامة تجارية عمانية استطعنا بحمد الله الوصول بهذا المنتج إلى خارج حدود السلطنة، وتم شحن أول شحنة تجارية من العسل العماني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم وصول العسل العماني بعلامتنا التجارية إلى الأسواق الحرة مطار مسقط وصلالة. وزارة الزراعة والثروة السمكية وضعت هذا المنتج في عين الاعتبار، فنظمت للنحالين معارض سنوية ودعمت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من بينها من يختص بأدوات الإنتاج، والهدف هو زيادة إنتاج العسل ومنتجات النحل الأخرى. بديت من 2005 وإلى هذا اليوم الحمد لله، الآن عندي تقريبا 45 خلية. عندنا أنواع من العسل، وهن الأنواع عندي عتم وعندنا سمر وعندنا سدر. شهدت أسواق العسل العماني السابقة إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والمقيمين والزوار، حيث بلغت كمية العسل المباعة بسوق العسل العماني السابع في العام الماضي حوالي 4 أطنان، وبلغت قيمتها السوقية قرابة 100,000 ريال عماني. النحالون ومعروضات العسل بأنواعه المختلفة هنا لا يؤكد على نجاح هذا المشروع وإمكانية تعزيز تطويره. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. وننتقل بكم مشاهدينا إلى الأخبار الرياضية مع عبد الله الكعبي. أهلا لجين وأهلا سليمان. أهلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدين الكرام. يفتتح المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة غدا الجمعة أولى مبارياته مع شقيقه الإماراتي ضمن منافسات البطولة العربية 14 للناشئين للكرة الطائرة. البطولة التي تستضيفها الأردن من 27 يوليو الحالي وتستمر حتى 5 أغسطس القادم، وتشارك في البطولة 8 منتخبات عربية قسمت إلى مجموعتين ضمت الأولى كل من الأردن وقطر والسعودية وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الثانية كل من منتخبنا الوطني والإمارات والعراق والبحرين. وتضم بعثة المنتخب الوطني 12 لاعبا بقيادة المدرب العماني جمال المعمري. أعلنت إدارة نادي صحم عن التوصل لاتفاق يقضي ببقاء حارس المرمى سليمان البريكي ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد، لينهي بذلك تكهنات رحيله عن النادي. وذكرت تقارير مقربة من النادي الأزرق في الفترة الماضية عن وجود خلاف بين البريكي وإدارة النادي بسبب مستحقات مالية متأخرة والتي كادت أن تعجل برحيله عن الفريق، إلا أن إدارة النادي خرجت لتؤكد التمسك بالحارس الذي يقدم مستويات كبيرة مع الفريق في المواسم الماضية، ليستمر بذلك اللاعب ضمن صفوف صحم في رحلة المنافسة عن ألقاب في الموسم الجديد. أعلن الاتحاد العماني للهوكي رفع عقوبة الإيقاف عن نادي السيب للهوكي مع إبقاء العقوبة على اللاعبين والمدرب على خلفية أحداث مباراة السوبر التي جمعت السيب بالنصر، حيث قررت لجنة المسابقات باتحاد الهوكي في وقت سابق إيقاف نادي السيب عن ممارسة أي نشاط من أنشطة اتحاد الهوكي لمدة موسم واحد، وذلك على ضوء الأحداث التي وقعت في مباراة كأس السوبر العماني الأول لموسم 2017
2019 والتي جمعته بنادي النصر، ليوجه الاتحاد خطابا لإدارة النادي يؤكد فيه رفع العقوبة مع إبقاء العقوبة سارية المفعول على اللاعبين الذين تم إيقافهم وفق العقوبة السابقة بالإضافة إلى مدرب الفريق. أقر الاتحاد العماني للهوكي بطولة مهرجان خريف صلالة للهوكي الأولى 2017 والتي يشارك فيها أندية محافظة ظفار وهي النصر وظفار وصلالة والاتحاد، وستقام البطولة على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي، حيث ستنطلق البطولة في 30 من يوليو الجاري وتستمر حتى 7 من أغسطس القادم، وستقام في اليوم الافتتاحي مباراتان تجمع الأولى الاتحاد مع النصر تليها مواجهة ظفار وصلالة. ويقتضي نظام البطولة بأن تلعب الأندية الأربع المباريات في دور واحد، وفي الدور الثاني من البطولة يلتقي الأول مع رابع الترتيب فيما يلتقي الثاني مع ثالث الترتيب، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام النشرة الرياضية. عودة إلى لجينا وسليمان، إلى اللقاء. شهدت عدد من ولايات السلطنة هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة سالت على إثرها الأودية والشعب. ففي محافظة الداخلية تركزت الأمطار على ولايات نزوة والحمرة وبهلة وسمائل وإزكي، وعلى المناطق الجبلية وبعض قرى الغافات والجيلة سالت على إثرها الشعاب والأودية. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. مع التزايد المضطرد في ظاهرة الاحتباس الحراري وما نتج عنها من ارتفاع في درجات الحرارة حول العالم، لا يجد الإنسان خيرا من الماء ومشتقاته لتخفيف من حدة تلك الظاهرة. في تقريرنا التالي نأخذكم إلى العاصمة الأرمينية يريفان وشمال فنلندا وكذلك تايلاند، لنرى كيف يتعامل الإنسان مع هذه الظاهرة التي باتت تؤرقه أينما كان. جولتنا نبدأها من العاصمة الأرمينية يريفان، حيث يستمتع الجميع برش بعضهم بعضا بالماء. إنه مهرجان فاردفار، أكثر العطلات مرحا في أرمينيا. أعتقد أن مهرجان فاردفار رائع للغاية، إنه ممتع للغاية، لأنني أرى خلاله كل أصدقائي وأرى هؤلاء الناس. في هذا اليوم يخرج السكان إلى الشوارع حاملين الدلاء المليئة بالمياه لتبادل الرش بينهم حتى تغمر أجسادهم تماما. وأينما كنت في شوارع يريفان يستحيل ولا تأخذ نصيبك من الرش بالماء. وفي شمال فنلندا وصلت شاحنات تحمل ثلوجا إلى حديقة للحياة البرية ليتسنى لسكانها من الدبابة القطبية الاستمتاع باللعب وتحدي الطقس الدافئ. فمع وصول الحرارة في يوليو الجاري إلى 25 درجة مئوية، لجأ مركز تزلج مجاور لفكرة إحضار ثلوج إلى حديقة الحياة البرية. والآن بات بوسع الدبابة القطبية، ومنها واحدة ولدت في حديقة الحياة البرية أواخر العام الماضي اللعب في الثلوج لبعض الوقت. ونصل أخيرا إلى تايلاند، حيث احتفل مئات التايلانديون بعيد ميلاد الملك الجديد بإطلاق 1066 سلحفاة إلى البحر. الحشد الذي تضمن أفرادا من البحرية الملكية وطلبة ومشاهير تجمع في مركز حماية السلاحف البحرية على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بانكوك للمشاركة في هذا الحدث. ويعتقد التايلانديون إن إطلاق حيوانات من الأسر وسيلة لجلب الحظ السعيد، فيما تم اختيار عدد السلاحف التي أطلقت لأسباب رمزية. وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز أنبائها.
توظيف أكثر من 1300 باحث عن عمل في معرض فرص تشغيل الباحثين عن العمل لتخصصات الهندسة. إعلان الفائزين في برنامج تحويل مشاريع التخرج في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات إلى شركات ناشئة. مواجهات في باحات المسجد الأقصى بعد دخول المصلين استجابة لدعوات السلطة الفلسطينية عقب إزالة إسرائيل أجهزة الترصد. الجيش السوري يقترب من استعادة آخر بلدة كبيرة يسيطر عليها تنظيم داعش في حمص، و29 قتيلا حصيلة غارات جوية للتحالف الدولي في الرقة. شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذه الفترة. إلى اللقاء.